فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب، ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد استجاب الله دعاءهم. نعم، الله سبحانه وتعالى وصف رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يضع الآصار والأغلال عن أتباعه، فلو أن أهل الكتاب امتثلوا وأطاعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه لوضع الله عنهم الآصار والأغلال التي كانت عليهم، وذلك في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني على أهل الكتاب. لو أنهم آمنوا بهذا الرسول واتبعوه لوضع الله عنهم هذه الآصار والأغلال، لكنهم لما لم يتبعوه بقيت عليهم إلى يوم القيامة، لم تنسخ في حقهم، وإنما نسخت في حق من آمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، فهم فاتهم هذا الثواب العظيم في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن صفة هذا الرسول أن شريعته يسر وسهولة، ليس فيها آثار ولا أغلال، وأن الله جل وعلا استجاب دعاء عباده لما طلبوا منه أن يضع عنهم الآثار: ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت.